معي هنا في الاستوديو السيدة ليلاس شاهين، أستاذة اللغة العربية وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لمكتبة اقرأ واستمتع. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة ليلاس. أهلا وسهلا. ظلمنا لغة الضاد خاصة الجيل الحالي. صحيح، بكثرة نستطيع أن نقول أنها أصبحت منسية لدى الجيل الحديث والجيل الصاعد نوعا ما، بسبب سهولة اللغات الأخرى أو ميولنا إلى التطور التكنولوجي ونسياننا للغة العربية في التكنولوجيا نوعا ما. صحيح، حتى بعيدا عن التكنولوجيا يعني، واليوم موضوع الأهل دايما بحب ركز عليه بهذه المواضيع، مهم جدا يعني. الأهل للأسف ما بعرف ليش بعالمنا العربي بيفاخروا بأنه ابنه منه شاطر باللغة العربية. صحيح. وبيجيب علامات عالية باللغة الإنجليزية والفرنسية. صحيح، أنا كمدرسة ألاحظ بأن الطلاب بشكل عام يفضلون اللغة العربية، والأم تأتي وتتباهى تقول بأن اللغة العربية أصلا هي صعبة، والحمد لله أن ابني قد حصل على هذه العلامة. فأقول يعني بنوع من الحزن، كيف تجدين بأن مثل هذه العلامة هي جيدة لطفلك، ونحن نستطيع أن نتقدم بهذا الطفل عندما تزرعين في عقل الباطن لدى الطفل بأن اللغة العربية هي صعبة ويوجد صعوبة في الحصول عليها والتقدم بها، فكيف سيتقدم الطفل؟ كيف سيقتنع عندما أقول بأنها صعبة؟ فإنه سيراها صعبة. صحيح. بموضوع الأهل أيضا سيدة ليلاس، أنتم في المدرسة ما الذي تلحظونه؟ إلى أي درجة هناك يعني الإرشاد يؤثر باهتمام الأهالي باللغة العربية لدى الطلاب؟ وفعلا في فكرة ذكرتيها بأن الطلاب هم محبون للغة العربية في المدرسة على الأقل التي تعلمين فيها، متحمسون على دراستها؟ بصراحة لا، اللغة العربية بشكل عام خاصة هذا الجيل. لاحظت في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم حرص الدولة على وجود اللغة العربية بشكل كبير، لكن للأسف الطلاب والأهل كما قلت يشددون على وجود اللغة الأجنبية وأنها هي اللغة المستقبلية للطفل، وقد يتابع دراسته في أي دولة أخرى فيركزون على اللغة الأجنبية ويتباهون بذلك، لذلك يتحدثون حتى في المنزل باللغة الأجنبية، وهذا أكبر خطأ. صحيح. يعني حتى هنا في يكمن الخطأ. صحيح، هنا أساس الخطأ. يعني حتى في يمكن لو أكيد هذا من ضمن النقاط اللي بتقوليها حضرتك للأهالي عندما تطالبين برفع معدلات علاماتهم. صحيح, صحيح. باللغة العربية. صحيح. بأنه ممكن دايما الأهل أنه بدي يقوى ابني باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لأنه العربي تحصيل حاصل. صحيح. فهني فيهم يحافظوا على الاثنين يعني بلا ما يتجاهلوا اللغة العربية. يوجد مدارس تستطيع المساواة بين اللغتين. وعلميا يستطيع الطفل إتقان 5 لغات، وذلك في عمر 5 أو 6 سنوات يستطيع إتقان 5 لغات بنفس المستوى. لذلك نحن ندعو دائما حافظوا على اللغة العربية، ولذلك أيضا حافظوا على الإنجليزية والفرنسية، هي لغة المستقبل لا ننكر ذلك، ولكن اللغة العربية هي اللغة الأم. استخفاف طبعا، هي اللغة الأم لدينا نوعا ما. طيب لماذا هذا الموضوع سيدة ليلاس؟ يعني نحن في يعني نحن كعالم عربي للأسف دائما متأثرون بالغرب، مبهورون. صحيح. اللغة العربية هذا من سبب أيضا الموضوع، يعني كلنا من دون شعور يمكن نخجل إذا حكينا مع حدا أجنبي وما كانت لغتنا الإنجليزية بيرفكت. صحيح. بالمقابل هو ما بيكون بيعرف يحكي كلمة عربي. صحيح. ليش هالثقافة موجودة عندنا؟ لأننا لا نثق بقوة اللغة العربية، لم نزع في أطفالنا بأن اللغة العربية هي لغة قوية وتستحق أن تحترم، كما قلت ترتيبنا 5 لغويا. صحيح؟ لذلك نستحق أن تحترم اللغة العربية وأن نزرعها. أنا أفتخر بقوة عندما أرى أشخاص تربوا في بلاد أجنبية ولكن أطفالهم يتحدثون اللغة العربية. لماذا أطفالنا في الغرب يستطيعون الحفاظ على اللغة العربية بينما نحن هنا نقتلها وتندثر بشكل عام؟ شو هي أبرز 5 أخطاء شائعة باللغة العربية؟ لدينا في اللغة العربية 3 أنواع للأخطاء: أخطاء كتابية وأخطاء شفوية لفظية وأخطاء معنوية. الأخطاء الكتابية تندرج تحت أخطاء إملائية وأخطاء إعرابية. عندما نكتب في الأخطاء الإعرابية كما أجد لدى الأطفال بشكل عام وجود التاء المربوطة والتاء المبسوطة، مثلا همزة القطع وهمزة الوصل، الهمزة المتطرفة بأشكالها، بالإضافة إلى الحركات عندما يضع الضمة في آخر الكلمة يضعها واو، أو الفتحة يضعها ألف، والكسر يضعها ياء مثلا. أما الأخطاء الشفوية نوعا ما
كأخطاء تكون كلدغة معينة أو قد تكون بسبب عدم إتقان الطفل اللغة أو قلة الثقة، أميل بها إلى قلة الثقة لدى الأطفال نوعا ما. يعني عندما يأتي طالب فيشرح لي شيء فيأتي بتأتأة وبعض الخلطات، عدم الثقة والجرأة الكافية، هي قلة الثقة نوعا ما. أما الأخطاء المعنوية وهي الشائعة نوعا ما، كأن نقول حضرت خطبة رائعة في المسجد. كيف تقول خطبة؟ ما معنى كلمة خطبة؟ خطبة هي تقدم الرجل لطلب الزواج من المرأة، عريس والعروس تماما. أما الخطبة فهي القول المنثور، الخطبة هي القول المنثور الذي يلقيه المتكلم الفصيح لدى الناس لإقناعهم، فنقول خطبة وهذا الصحيح. أو مثلا عندما نقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ما معنى الجنة والجنة؟ الجنة هي من البساتين والحدائق، أما الجنة وهي جمعها جنن، هذه معلومة جديدة، وهي الستر، جمعها جنن وهي الستر، الغطاء، غطاء المرأة أو السلاح. فنقول الصوم جنة، أي هي وقاية من الشهوات. وأيضا لدينا من الأخطاء الشائعة، ذهبت مع أصدقائي إلى جدة أو جدة، ماذا نقول؟ أو جدة، نقول ذهبت مع أصدقائي إلى جدة، وهي في اللغة العربية وفي معجم العربي نقول جدة بمعنى مكان ساحل في مكة المكرمة أو بمنطقة معينة، أما جدة فهي أم الأب أو أم الأم، وجدة من الجديد. جميل، يعني لا يمال من الحديث في اللغة العربية خاصة، وأنا من محبي اللغة العربية. كيف لقيتي لغتي العربية؟ جميلة. شكرا. أهلا وسهلا. ولكن أريد التنويه إلى خطأ شائع جدا وهي الهوية الشخصية أو الهوية الشخصية، ماذا تقولين؟ هوية. هوية، صحيح. الهوية العربية أو الهوية الثقافية أو الهوية الشخصية، من هو؟ أما الهوية فهي من الهاوية، وهي بئر وقعر عميق أو بعيدة. شكرا. شكرا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا سيده ليلاس شاهين، استاذه اللغه العربيه، عضو في مؤسسه محمد بن راشد لمكتبه اقرا واستمتع. اشكرك.